الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات أو وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب الإيمان ليبين أن هناك أن الإنسان إذا استبرأ إذا اتقى الشبهات استبرأ لدينه. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، النعمان بن بشير صحابي من صغار الصحابة رضي الله عنه، ولد بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب14 شهرا، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هجرته ب14 شهر ولد النعمان بن بشير، وهو كان أول مولود من الأنصار بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولد هو وعبد الله بن الزبير من المهاجرين في نفس العام، فلذلك كان يعني لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره أقل من 10 سنوات. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه روى كثيرا من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أتى به والده وهو صغير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني أريد أن أنحل ابني هذا نحلا، يعني بدي أعطيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: اذهب فإني لا أشهد على زور. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد من والد النعمان بن بشير أن يواسي أو أن يساوي بين أبنائه في العطية. لما ولد النعمان بن بشير ذهبت به أمه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فحنكه عليه الصلاة والسلام، يعني وضع له التمر في فمه، وقالت أمه: يا رسول الله أدعو الله له بالبركة وادعو له بكذا وكذا. قال: بل أدعو له بخير من ذلك. فدعا له فقال دعا له قال: اللهم اجعله يعيش حميدا ويموت شهيدا ويدخل الجنة. فمات شهيدا في سنة 65 للهجرة. يروي لنا هذا الحديث وهو من الحديث المهمة في الفقه الإسلامي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، يعني الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى أحلها فهي واضحة، والأشياء اللي الله سبحانه وتعالى حرمها فكذلك واضحة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما يجي إنسان يقول البيع حرام، لا، الله سبحانه وتعالى قال أحل، وما يجي إنسان كمان يقول الربا حلال، لا، هذا أمر واضح ليس فيه شبهة. حتى لو الناس اليوم بتقول لك كان وكذا، لا أبدا، الله سبحانه وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحلال بين والحرام بين. قال: وبينهما مشبهات، يعني بين الحلال والحرام في أمور مشتبه بها لا يعلمها كثير من الناس، يعني الناس الذين لا علم لهم في الشرع أو لم تأتهم الأدلة الواضحة في بعض الأمور التي ليست بالحلال ولا بالحرام وضوحا، فقد يقع الإنسان يقول: والله هذه شبهة ما عندي علم فيها. اليوم مثلا
عندك التجارة بالعملات الرقمية الإلكترونية التي توجد على الإنترنت، فهذه من الشبهات. هذه الناس بيقول لك حلال ولا حرام، طب ما فيها أدلة تحلل أو تحرم أو كذا. فإذا كان فيها أدلة فبعض العلماء يصل إلى دليل يقول لك هذه حرام. ليش؟ لأنه من خلال القواعد التي وضعها الفقهاء مما جعلت من المحرمات أو من الحلال، فبقول هذه حلال أو هذه حرام يبني على ذلك. بعض العلماء بيقول والله أنا لا أستطيع أن أقارن فيها بين ما هو حلال أو ما هو حرام، فتبقى شبهة حتى يتبين الوضوح فيها. فهذه الشبهات الرسول عليه الصلاة والسلام قال وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى أو فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يعني الإنسان إذا ابتعد عن هذه الشبهات فيستبرئ لدينه، كيف؟ بينه وبين الله عز وجل ما بيقع بالحرام. قال وعرضه، بينه وبين الناس، الناس ما بتقول والله فلان عم يأكل حرام وفلان أكل ربا وفلان أكل كذا. فلذلك أنت تجعل حاجزا بينك وبين هذه الشبهات حتى لا تقع في الحرام، فالله سبحانه وتعالى يعذبك أو تستحق العذاب من الله سبحانه وتعالى، أو أنك لا تقع في ألسنة الناس فيقول الناس فلان أكل حرام أو فلان أكل كذا وكذا. فلذلك قال فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه بينه وبين الله ولعرضه بينه وبين الناس. اليوم إنسان إذا وقع بشبهة والناس تقول والله فلان أكل وعمل وكذا، بيشتغل بالربا، بيشتغل بكذا، لا أخي والله هذه فيها أقوال وكذا، فإذا كانت من المشبهات الأشياء المشتبه بها فاتركها حتى يعني لا تقع في هذا الأمر. قال ومن وقع في الشبهات، والله معلش أنا هذه شبهة هل فيها حرام في نص وكذا، خلص بدأ. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فمن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحما. الحما اللي هي الشيء المحمي في إلى حدود، يوشك أن يواقعه. يعني إنسان جاب والله غنمات وعم يرعى حول الحما، أنا أبدا عم يرعى على الحدود، هذا العم يرعى على الحدود راح يظل يعني على الحدود أو برات الحدود؟ لا، سيقع، راح تيجي غنمي ثنتين ثلاثة ويقع وين؟ في الحما. قال ألا وإن لكل ملك حما. إنسان نقول شو هي الحما؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل ملك له محمية في هذه الدنيا، تجي الملوك والرؤساء والبلديات وكذا بيقول لك هذه المنطقة محمية، ممنوع حدا يقربها، ممنوع حدا يأتي إليها. قال ألا وإن حما الله في أرضه محارمه. الله سبحانه وتعالى إله حما في الأرض. شو هي الحما تبع ربنا سبحانه وتعالى؟ المحارم اللي الله سبحانه وتعالى حرمها على الناس فلا يجوز للإنسان أن يقربها. ما تقرب على الأشياء المحرمة، الربا حرام ما تقرب على الأشياء اللي فيها ربا، الخمر حرام ما تقرب على الأشياء اللي فيها خمر، الخنزير حرام ما تقرب على الأشياء اللي فيها. فكل الأشياء سواء كانت من المطعم أو الملبس أو المكسب فهذه يمكن أن تكون حلال أو حرام أو فيها شبهة. فإنك إن اقتربت من حمى الله سبحانه وتعالى ماذا سيحصل؟ قال ألا وإن في إذا الإنسان وقع في هذه الأمور ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. يعني إذا الإنسان تقرب أو قرب من هذه المحرمات يوشك أن يقع فيها، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الحلال والشبهات والحرام. إذا ظليتك عند الحلال فلن تسقط على الشبهات، إذا سقطت بتظلك أقل شيء عند الشبهات. أما الإنسان الذي يتوقف عند الشبهات فأي زل بيصير وين؟ في الحرام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة. في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم التي تمضغ، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقول قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يعني الإنسان هذا المكان اللي هو القلب يجب عليه أن يصلحه، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح.
وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يهتم بالقلب في دعائه عليه الصلاة والسلام، يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يكثر من هذا الدعاء في السجود. ولذلك في كثير من الأحاديث التي تبين مكانة القلب من الجسد، فينبغي على الإنسان أن يحافظ على قلبه بأكله للحلال وابتعاده عن الحرام وابتعاده عن الشبهات حتى لا يقع في الحرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.